الكلمة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية ألاحظ أنني أتألم أن آتي لأتحدث مع زملائي في المجلس التأسيسي على ظاهرة ربما كنا نتمنى أن لا تكون موجودة، وكنت أتمنى أن آتي هنا إلى المجلس التأسيسي إلى نواب الشعب ليتحدث عما هو أهم، ليتحدث معهم عن الإصلاحات في التعليم العالي، ليتحدث معهم عن العقود التي أبرمت مع مؤسسات علمية وبحثية في العالم، ليتحدث معهم عن مشروع التعليم العالي المستقبلي لتونس ولما لا لشمال أفريقيا، ليتحدث معهم عن إصلاحات جذرية تهم أبناءنا وأحفادنا وتهم وطننا. ولكن للأسف الشديد ها نحن في أول حديث مع المجلس التأسيسي الموقر نتحدث عن مسألة بسيطة، أقول بسيطة بكل مسؤولية، كنا نتمنى ألا تكون هذه المسألة موجودة في جامعاتنا، كنا نتمنى أن نتحدث مع بعضنا عن بناء تونس وليس عن حلول لبعض المشاكل العرضية في طريقنا، أن نتحدث عن البناء، نعم عن البناء وليس عن التهديم. ورب إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله لما فيه الخير إن شاء الله. إن ظاهرة النقاب الموجودة في عدد من الجامعات والكليات التونسية تمت معالجتها بطرق مختلفة أدت أغلبها إلى إيجاد حل على أرض الواقع، في انتظار البت في المسألة نهائيا على المستوى التشريعي من قبل السلطات المخول لها ذلك قانونيا، والمتمثلة حسب رأيي المحكمة الإدارية التي قدمته بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستئناس به في السلطة التشريعية، أي مجلس النواب أو كما هو الحال اليوم مجلسكم الموقر. لسان يتساءل لماذا تم إيجاد حلول هذه الظاهرة في عديد المؤسسات الجامعية وعددها 195 مؤسسة، بينما استفحل الأمر وتفاقم المشكل بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. بالنسبة لموقف الوزارة، وجب التنويه بأنه لم يتغير منذ بروز هذه الظاهرة في أفريل 2011، أي مع الحكومة السابقة بعد العودة من عطلة الثلاث الثاني. ويمكن ترخيص الموقف فيما يلي: أولاً، الوزير لا يمكنه قانونياً إصدار منشور لمنع أو إباحة النقاب، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد استشارة المصالح القانونية للوزارة، وقد جاء رأي المحكمة الإدارية متناغماً بل متطابقاً لموقف الوزارة الذي لم يتغير منذ أشهر حتى قبل قدومي إلى الوزارة. ثانياً، سعت الوزارة إلى التعامل بحكمة وسلاسة بدعوتها مسير المؤسسات الجامعية إلى ضمان عدم تعطيل الدروس من جهة، مع احترام السلامة والحرمة الجسدية للأساتذة والطلبة والعملاء. ثالثاً، تمت معالجة المسألة من زاوية بيداغوجية وإدارية وأكاديمية بحتة، حيث تم التنصيص على وجوب الكشف عن الوجه قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وقبل إجراء الامتحانات، وذلك استناداً للمنشور الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2005 المتعلق بالتثبت من هويات الطلبة قبل السماح لهم باجتياز الامتحانات أو الدخول إلى الحرم الجامعي، ولم يتم بتاتاً التطرق إلى الموضوع من منظور ديني إيديولوجي أو سياسي، باعتبار أن مسألة النقاب هي مسألة خلافية أصلاً. رابعاً، في معالجتها لأحداث كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وبالخصوص الاعتداءات المعنوية واللفظية والجسدية على الأساتذة، فإن الوزارة وخلافاً للدعاوي القائلة بسلبية موقفها وبالتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة كما ورد في عدد الصحف وفي عدد وسائل الإعلام، تؤكد الوزارة أنها مارست الواجبات المناطة بعهدتها قانوناً، وذلك بالتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لضمان حماية وحرمة المؤسسات الجامعية حسب ما يتعين، وبالتضامن التام مع الأساتذة المعتدي عليهم، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حسب ما ينص عليه القانون، وبالتحديد الفصل التاسع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على
للعون العمومي الحق طبق للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب. والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته، وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك. وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه، لكي تسترجع من مرتكب التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوع للعون التابع لها، ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوة المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية. وطبقا لما تقدم، فإن الوزارة تولت القيام بالإجراءات القانونية والقضائية، وذلك بمراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة، ليتولى في مرحلة أولى التداخل في القضايا المرفوعة من قبل الأساتذة الجامعيين والقيام بالحق الشخصي، وذلك لتقديم المساعدة القانونية للأساتذة الجامعيين المتمثلة فيه: أولا، تعيين محامي للدفاع عن الأستاذ المعتدي عليه. ثانيا، توفير المساعدة القانونية. ثالثا، فضلا عن طلب التعويض للأستاذ المعتدي عليه. وفيما يلي عدد القضايا التي تعهدت بها الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، والتي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإجراءات القانونية المذكورة آنفا، وهي 11 قضية. لا فائدة باش نقراها واحدة واحدة، هاي مذكورة هنا والتاريخ متاعها ونوع القضية. لا أطيل عليكم، كما قال زميلي علي العريض، سنترك المجال بالخصوص إلى النقاش وإلى الاستفسار أولى من تحضير الخطب الرنانة. لكن دعوني بالمناسبة هذه أتوجه إلى أبنائنا الطلبة وإلى زملائنا الأساتذة وإلى العملة، أتوجه إليهم بالشكر، لأن فعلا مرت السنة، مر ثلثي السنة، ثلثا السنة والحمد لله بسلام، ومرت الامتحانات كلها بسلام، وأجرى أبناؤنا الطلبة أول انتخابات بعد الثورة المجيدة، وكانت هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها. حسب ما عشت في الجامعة من سنة 70 اليوم، لا أعلم أن هناك انتخابات طلابية مرت بسلام مثل ما مرت به الآن يوم 15 مارس الماضي. وأنا أنوه بمجهودات الجميع، مسؤولين وأساتذة وإدارة وعمال وطلبة، أن يوفر كل من جهته المجهود الكافي لإتمام هذه السنة بنجاح تام، فهي أول سنة بعد الثورة، وهي أول سنة في ظل مجلسكم الموقر هذا. وفي الختام، واجب التنويه بطبيعة الحال بالدور الهام لإطار التدريس والإداريين والعمل بالكلية في إنجاح تأمين الدروس وامتحانات السداسي الأول، وهو مجهود يذكر فيشكر. كما نطمئن الأولياء والطلبة على الحرص الشديد لسلطة الإشراف لإنجاح السنة الجامعية الحالية بكلية الآداب بمنوبة وبجميع الأجزاء الجامعية 195. وبالمناسبة نطلب من مجلسكم الموقر طلب أن يعيننا في سن قانون منظم للحياة الجامعية من الناحية خاصة السلوكية، وإن أردتم ذلك سنقدم لكم مشروع هذا القانون إن شاء الله في غضون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وإن كان هو قدم شفهيا لبعض أعضاء المجلس هذا، ولكن مستعد أن أقدمه كتابيا لمجلسكم الموقر إن شاء الله، حتى يضع كل إنسان في يده حجر أن يضع حجرته في الأرض، ويكون القانون هو الفيصل في الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد